أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة مشروع الأضاحي هذا العام تحت شعار عطاؤكم عيدهم، ويستفيد منه أكثر من 1,500,000 شخص داخل الدولة وفي 56 دولة حول العالم. وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقرها في أبوظبي أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة بناء على دعم وتجاوب المحسنين والمتبرعين للحملة، حيث وضعت الهيئة خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحة المحلية بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا. تم إطلاق حملة الأضاحي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل دولة الإمارات وأيضا خارجها. تم تحديد السعر الأضحية حوالي 660، أيضا كذلك تم تسهيل على المحسنين للوصول من خلال قنوات هيئة الهلال الأحمر الذكية، وأيضا كذلك الإيداع الحساب المباشر، وأيضا كذلك من خلال مناديبنا المنتشرة في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا كذلك وجود مراكزنا حوالي 90 مركز لاستلام والمشاركة في هذه الحملة. تم تحديد حوالي داخل دولة الإمارات الاستهداف ل 100,000 شخص مستفيد. أيضا كذلك تم تجهيز العديد من السيارات بالتنسيق مع أيضا حفظ النعمة لاستلام الأضاحي من المحسنين.